السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو هذا اليوم غادي نهضروا على ايرياج ايزياك سيروم بونوف. بالنسبه لهذا السيروم هذا الناس اللي عندهم مشكل ديال الشوائب، مشكل ديال البطور كما كانت، سواء بطور جديده ولا بطور قديمه، فهذا ايزياك هذا يعني كيقضي عليهم، كيقد توحيد اللون ديال البشره وكيعالج مشكل ديال البطور وعندك الشوائب، كيقد لك البشره ديالك يعني كما كانت يعني تدريجيا. بالنسبه لهذا لاغام ديال ايرياج فهي زوينه بزاف، كيقيدوها لي ديرماتولوج اطباء الجلد كينصحوا بها الناس. بالنسبه لهذا ايرياج ايزياك سيروم بونوف، خاصه البشره اللي هي دهنيه اللي تيكون فيها دوك الشوائب، تكون معرضه للشوائب. بالنسبه لهذا المصل هذا ولا هذا السيروم هذا، يعني في واحد المكونات صراحه جد فعاله في التكابه ديالو، وبالنسبه للنتائج ديالو كتبان في الاسبوع الاول. هذا يعني هذا مكان، وحتى الناس اللي عندهم مشكل ديال حب الشباب ودوك الاثار ديال الحبوب البطور دوك الشوائب، فمزيان ليهم هاد البرودوي هذا ديال ايزياك سيروم بونوف. فهو زوين بزاف صراحه، ما فيش العطور بتاتا، ما فيش البارافين. بالنسبه انفو متى كدير هذا السيروم بونوف على البشره ديالك، يعني كيعالج دوك البطور ودوك الشوائب يعني ودوك العيوب اللي تيكونوا في البشره ديالك. وانفو متى كتستعمل هذا البرودوي هذا، يعني دغيا كيعطيك واحد الاشراق للبشره ديالك، يعني صراحه زوين بزاف وكينعم البشره ديالك، يعني ما كيخليش البشره ديالك يعني تنشف. هذا مكان. فبالنسبه للفوليوم ديالو فيه تقريبا 40 ملي، وبالنسبه للصنع ديالو فهو صنع فرنسي، بالفضل يعني التركيبه ديالو فيها احماض الفا هيدروكسي اللي كتنظم الكرياتين كما كتشوفوا معنا هنايا. نون فيه هنايا نون كوميدوجين، اش كتعني هاد نون كوميدوجين؟ يعني على المستوى ديال المجال بالعنايه بالبشره، نون كوميدوجين كتعني يعني على المنتجات الموجهه لاصحاب البشره الدهنيه، سواء منتجات عنايه او منتجات علاجيه او حتى يعني مستحضرات ديال التجميل. فيعني هاد الكلمه كتعني انها ما كتحتويش على مكونات كتسبب انسداد في المسام او الذي يؤدي الى يعني ظهور الحبوب في البشره. هذا هو المعنى ديال نون كوميدوجين. وبالنسبه لهذا ايرياج ايزياك سيروم بونوف، كي يعني كيخلي البشره ديالك رطبه ومريحه، يعني ما غاديش يدير لك حساسيه وما الى ذلك. فهاد لاغام هذه ديال ايرياج ايزياك، يعني الناس عامة اللي عندهم مشكل ديال الشوائب، مشكل ديال البطور سواء كانت قديمة ولا جديدة، ويعني دوك التشوهات اللي تكون في البشرة ديالك، يعني كناخدو هاد لاغام هادي، يعني كنديروها فقط بالليل، يعني من بعد كنغسلو البشرة ديالنا، كنقيوها بواحد لوجيل نيتوايون على حسب البشرة ديالنا. وهذا أصلا هاد لاغام هادي موجهة هاد المنتوج هذا موجه خصيصا للبشره اللي عندهم بشره دهنيه، مشكل ديال البطور، الاثار ديال الحبوب، الاثار ديال لي سيكاتريس. هي مزيان اليوم هاد لاغام هادي ديال ايزياك، فهي فعاله صراحه. الناس راه جربوها، ماشي فقط درنا فيديو هكا، يعني الناس جربوها لقات واحد الفعاليه في الاسبوع الاول. اللي قلت لكم في الاسبوع الاول، في السيمانه الاولى لقات الاسبوع يعني لقات نتيجه. هذا ما كان، وخذوا في البارا فارماسي تقام عليكم بواحد الثمن اللي هو ريزونابل، ثمن مناسب. فبالنسبه لهذا ايرياج ايزياك فهو مقاومه للماء، يعني دغيا كتدخل البشره ديالك، يعني ما كيتلصقش، يعني ماشي بحال دوك لي جيل ولا دوك الكريم اللي كيتلصقوا. هذا ما كان، حتى الناس اللي اجي يعني يستعملوا هذا لاغام هادي، يعني كطرد ليهم الشباب ديالهم شويه، ماشي بحال هذا ما كان، كيقلل من دوك الشوائب. المهم باختصار، هذا ايرياج سيروم بونوف 40 ملي،
يعني كيعالج البشرة المعرضة للعيوب، يعني فيه ثلاثة ديال براءة الاختراع حصرية مرتبطة بمفعول يعني داك الزنك المزيل اللي معاه. بالنسبة لهذا الرواج هذا كيقلل إفراز الدهون الزائدة، وكيدير كذلك يعني البشرة ديالك واحد الإشراق، وكيقلل من العيوب ودوك الشوائب، دوك الآثار ديال الحبوب ودوك الآثار ديال حب الشباب، وكيعطي واحد البشرة يعني منتعشة وجديدة ومشرقة، ومتوفر في دي بارا فارماسي او شبه صيدلي. هذا مكان اللي مازال مشترك في القناة تشترك فيه وفعل زر الجرس باش ديما يوصلو الجديد. هذا مكان، هذا هو البرودوي اللي هضرنا عليه اليوم، صراحة كيستحق تجربة، والفعالية ديالو زوينة بزاف، الناس جربوه بواحد الفعالية مجربة، ماشي بحال دوك لي برودوي يقدر تجربهم ما يصدقوش. هذا مكان اللي مازال ما اشترك في القناة اشترك فيها في مزيد بيوتي ديما الجديد. وهادشي اللي كاين، هاد يعني البرود ما غاديش يسبب لك حساسية، ما غاديش ينشف لك البشرة ديالك، حيت فيه في التكستير ديالو هو ليجير، يعني زوين بزاف صراحة، وما كيتلصقش دغيا كيدخل البشرة ديالك، وكيعطي في نفس الوقت مفعول في الاسبوع الاول. هذا ما كان، اللي عنده شي اقتراح مثلا اللي مجرب شي برودوي ما جاش معاه ياخذ هذا ايرياج، هذا فهو زوين بزاف، كينصحوا به الاطباء ديال الجلد. وهذا الشيء اللي كاين، وتبارك الله عليكم.